وزارة الداخلية دائما مستعدة لتأمين احتفالات المصريين بالأعياد والمناسبات لتوفير مظلة أمنية للمحتفلين وبث طمأنينة في نفوسهم. كافة قطاعات الوزارة ومديريات الأمن تواصل تنفيذ خططها الأمنية لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك من خلال نشر الدوريات الأمنية على كافة المحاور والطرق الرئيسية داخل المدن، ووضع خدمات وارتكازات أمنية أمام المنشآت الهامة والحيوية والحدائق العامة والمتنزهات ودور العرض السينمائي، والتي تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال أيام العيد للاستمتاع بأجواء من البهجة والفرحة بعيد الفطر. ومع ما تشهده الطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات من كثافات مرورية خلال أيام العيد، تم نشر الخدمات والارتكازات المرورية عليها، والتي تتكامل مع منظومة الرصد الإلكتروني والمراقبة الموجودة على هذه الطرق لرصد الحالة المرورية والتعامل مع الأعطال والتكدسات، وبما يضمن الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وزيادة الأمان والالتزام على هذه الطرق. ذات كفاءة وجاهزية كبيرة وقدرة على التعامل مع المواطنين بشكل حضاري، حيث تعكس هذه الإجراءات جاهزية وزارة الداخلية في تأمين كافة الفعاليات والاحتفالات.